هذا هو السر وراء برودة بلاط الحرم المكي الدائم والعجيب حتى في فصل الصيف. مرحبا بكم. من أكرمه الله منا بزيارة الحرم المكي الشريف أو حتى سمع ممن زاره من قبل، لابد وأنه قد لفت انتباهه برودة بلاط الحرم المكي. تلك البرودة المذهلة التي تشع دون توقف من بلاط الحرم المكي على الرغم من تعرضها لحرارة الشمس الحارقة والتي تتعدى 45 درجة وربما تصل إلى 50 درجة في بعض الأحيان. فما هو السر وراء ذلك؟ ولكن قبل أن نبدأ الفيديو فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يساعدنا كثيرا. يعد بلاط الحرم المكي عزيزي الزائر أحد أكثر الأمور المثيرة التي تلفت انتباه الحاج أو المعتمر وتظل لغزا كبيرا يبحث عن إجابة. فالبلاط الذي يمتد على مساحات شاسعة داخل الحرم وفي ساحاته وحتى خارج الحرم المكي، ويتعرض لأشعة الشمس الحارقة جدا التي تتميز بها مكة والتي تصل في كثير من الأحيان إلى 50 درجة مئوية، هي كفيلة بأن تجعل هذا البلاط ملتهبا لدرجة تشوي أقدام الحجاج الذين يسيرون عليه حفاة طوال النهار. ولكن على عكس ذلك تماما، فهذا البلاط ليلا ونهارا تشع منه برودة رائعة ومريحة تصيبك بالتعجب والذهول. ولقد تعددت الأقاويل حول سبب تلك البرودة، فمن الناس من قال أن ذلك نتيجة وجود شبكة من المياه وأنابيب التبريد تحت هذا البلاط لتبريده، ومنهم من قال أن ذلك راجع لنوعية البلاط المستخدم. القسم الأول يرى أن هذه البرودة ناتجة عن قيام المملكة بمض خطوط تبريد المياه تحت بلاط الحرم، الأمر الذي يعمل على تبريده وحفظه من ارتفاع الحرارة تحت أشعة الشمس اللاهبة. أما القسم الثاني فيرجع برودة بلاط الحرم المكي إلى نوعية الرخام الذي يتم استخدامه عادة في تبليط أرضية الحرم. وبهذا الخصوص كشف تقرير خاص بقناة العربية عن السبب الكامن وراء برودة رخام الحرم المكي الشريف، إذ يرجع إلى نوع الرخام المستخدم والمسمى التاسوس، وهو الذي يعمل على عكس الضوء والحرارة وهو ما لا يفعله الجرانيت والرخام الطبيعي. هذا النوع من الرخام نادر الوجود ويتم استيراده خصيصا للحرمين من جبال اليونان. والآن سمك البلاط الذي يوضع عادة على أرض الحرم يصل سمكه إلى 5 سنتيمترات، فإنه يتميز عن غيره بكونه يمتص الرطوبة عبر مسام دقيقة خلال الليل وفي النهار، يقوم بإخراج ما امتصه في الليل مما يجعله دائم البرودة في عز الحر. أما ما شاع بأن هناك مواسير مياه باردة تحت الساحة فهو أمر لا أساس له من الصحة. شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.